وعندي بركة في السطح ويعني كنطلع بزز كنوض بزز يعني ما كنوضش. وانا خاصني باش نعيش يعني بغيت باش نعيش نموت يعني ما مجوجه ما عندي ولاد ما عندي والو. مشكل اخويا عندي مشكل يعني عندي ماشي مشكل عندي مشاكل بزاف. انا يتيمه وعندي براكه في السطح ويعني كنطلع بزز كنوض بزز يعني ما كنوضش كندير داك الريكوش حدايا الطاسام قريمه طلعت وهبطت عليها من 92 وانا كنطلع وكنبط على ديك القريمه. وعندي اللمره عندي الكلمه ديال الدوسي اللمره ديال الدوسي عندي وكيقولوا لي ما الدار من 92 وعاود جددته ثاني باش جددته وحدك عاود ثاني تحت القريمه قلت هادي هي باش نعيش انا باغا باش نعيش تنموت. شبعك مصاري شبعك عندي الدواء ديال السكر عندي دواء المعدة عندي هذاك الكوش وما عندي لا مدخول ما عندي والو. وانا خاصني باش نعيش يعني بغيت باش نعيش نموت يعني ما مجوجه ما عندي ولاد ما عندي والو كفصه. انا عندي الشلال ديال هذاك لاباراي كنت كندير ديك لاباري وكالبكيات يعني هادو ضروري كنديرهم الا ما درتهمش ما نقدرش نتمشى ما نقدر والو. لا ما زدتش بس ببيع السخانه على السخان من 50 صافي وانا نتشلل 50 تشلل صافي من 50 عرفتي وانا نتشلل. ودابا انا مكرفصه وكنطلب الناس الله يجازيهم بخير كاع اللي كيشوفني واللي كيتصنت ليا يتساعد معايا راني محتاجه لهاد المساعده ومحتاجه له بزاف بزاف يعني ما حنا انا بالغدا دابا عندي السكر دابا السكر عندي ديما طالع ديما معصبه ديما مقلقه ديما عرفتي شنو هي براكه في السطح والدروش لا تطاج والدروش خايبين وما عندي ما عندي الوالده مريضه كطلعني الوالده مسكينه بزز وتا الوالده مريضه بنت اختي تا هي الله يرحمها تا هي عندها حاله خاصه مرض هذا عقل يعني جوج حالات الدار هما اللي كيعاونوك هما اللي كيطلعوني بزز الا ما طلعونيش نبات قدام الباب ندير هاد العكاك زاد البكيات داروني في طوابق يعني محتاجه لشي موطور ديال الضو يعني محتاجه للمساعده وبغي واش هاد الكريمه انا كنقول لهم هاد الدوسي عندي ها المراه كيقول لي راه ما الدار واش انا دوك الدروج دابا انا دابا ما لقاش من يطلعني يعني في الزنقه وبراكه في السطح مكرفصه بزاف ومحتاجه المدخول خاصني الشهريه وخاصني باش نعيش يعني باش نشري لي كوش ساكن معاك فيها اه كون للبركه كاينه الوالده عندي كان عندي اي دوك الوالده عندي ودريبه اختي ومات لي خويا عزري هذاك حقي خصني باش نعيش فاش غادي نخدم باش باش نخدم باش غنبيع باش غنشري باش غنتحرك وانا مسكين ديره كنتمشي على باراي وكندير عاد البكيات ملي كنحيد كنبرك في الارض مساسي كل ما طايبين عليا بالارض كل مساسي ملوخين كندير على الكوشه كندير على الطاسه ما حدش يبغي يقابلني الوالده مريضه عيات ما تختيش هي مسكينه مريضه مرض عقلي ما كتعرفش وما حدش يبغي يقابلني تما يقابلني في دارك عندي غير الفلوس شد وحده تقابلني يعني انا محتاجه لهاد المساعده محتاجه لها بزاف 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 مكرفسه كنبكي اخويا انا محتاجه وهاد الكريمه اخويا مشيت عند العامل براسو مشيت عند العامل باش كنتشكى على العامل قال لي درتي طال مقابله مقابله باش يدوي لي مع هذوك الناس اللي في الداخل اللي في الدوسي يقول لهم ديال الكلمه هو صيفطوا لي الله يجازيه بخير وانا خاصني يدار معاهم صيفطني داك الكاتب ديالو علاش هذاك العامل اللي ما يشوفنيش علاش صيفطني بغيت نشوف نقول له شوف راه داك الدوسي صيفط ديال الداخليه واني راه باقي محطوط راه كنمشي بالمره ديال الدوسي وما كيجبدوش ليا كنمشي مسخسخه بالكار وهزو من هنا وحط من هنا وهز من هنا بغيت ناخذ اخويا الكريمه باش نعيش باغا باش نعيش حتى نموت انا ما باغا والو باغا باش ناكل ونشرب ونشري الدواء ونشري داك لي كوش باش نعيش ما باغا حتى شي حاجه. انا اخويا فاش كنطالب انا جي كنطالب انا كنطالب بزاف كنطالب الله يجازي الناس باش ما سخام الله انا خاصني نشوف باش نقول طالبه بهاد الناس باش يشدوا بيدي ويوقفوا معايا ويساعدوني ويعاونوني باش ما سخام الله وصافي ويشوفوا من حالي.